اللجنة المشكلة من لجنة حصر أموال الإخوان برئاسة المستشار عزت خميس انتهت من أعمال الجرد الخاصة بخمس دور نشر وفروعها المملوكة لقيادات جماعة الإخوان. تم التحفظ عليها من أيام زي ما تابعنا بعد ثبوت انتمائها لجماعة الإخوان وتمويلها ليهم. مصدر باللجنة بيقول إن اللجنة المشكلة للجرد قدمت تقريرها بالفعل، وهيتم تعيين مراقب مالي تابع للجنة حصر الأموال بدور النشر المتحفظ عليها بعد مصدر قرار إسناد إدارتها لوزارة الثقافة. اللجنة خطبت البنك المركزي للتحفظ على حسابات دور النشر المتحفظ عليها منعا لتسريب تلك الأموال بعد إصدار قرار التحفظ.